ضيفتنا النهاردة في هذه الحلقة، أرجو جيدا كل من يستمع إلينا ويشاهدنا في هذه الحلقة أن يتذكر اسمها جيدا، ربما ومن المحتمل طبعا إن شاء الله أن تصبح نجمة كبيرة جدا في عالم الغناء خلال سنوات قليلة قادمة. ضيفتنا في هذه الحلقة هي أمال مندور، تبلغ من العمر 13 سنة، ويكفيها شرفا أنه الموسيقار عمار الشريعي عندما أراد أن يختار طفلة تؤدي أغاني أم كلثوم في مسلسل أم كلثوم وقع عليها الاختيار. أيضا لما سمعها الفنان الوزير فاروق حسني وزير الثقافة في أحد المرات فوقع اختياره عليها لكي تشارك في الاحتفال بمئوية أم كلثوم كوكب الشرق. أمال مندور، برحب بك معنا النهاردة في أقفال وجوايز، وطبعا يعني اعتقد شرف كبير لاي حد انه يؤدي اغاني ام كلثوم في مسلسل عن ام كلثوم. احكي لي ازاي تم اختيارك وكان احساسك ايه لما عرفت الخبر ده في البدايه؟ يعني انا تم اختياري بالنسبه للاستاذ عمار، كنت انا اتعرفت على الاستاذ صلاح عرام. استاذ صلاح عرام وداني الاستاذ عمار وسمعني الاستاذ عمار، وبعد شويه انا كان مده بعد مده لقيت الاستاذ صلاح بيرفع السماعه بيقول لي اقري جورنان الجمهوريه كاتبين اللي انت هتشتركي في مسلسل ام كلثوم. طبعا انا حسيت بفرحه بعد ما كانش الدنيا سايعاني اللي انا اشترك في مسلسل كبير ومغنيه كبيره جدا. طبعا دي مسؤوليه كبيره، طبعا خلي بالك. يعني مسؤولية. بدأتي سجلتي بالفعل ولا لسه؟ لا لسه، لسه جاهزه بقى يعني هتأدي المفروض الاغاني بتاعه المرحله الاولانيه؟ لا في مرحله الثلاثينات والاربعين. قصتك بقى مع الغناء بدأت ازاي اصلا يعني، ومين اكتشف اول واحد اكتشف ان انت عندك موهبه في الغناء كويس؟ هو والدي. لما كنت صغيره عندي 4 سنين كنت بغني للفنانه ياسمين الخيام السيره المحمديه. فبعد كده بدات بعد ما سمعني وبابا طبعا سمع صوتي، هي المقدمه بتاع مسلسل محمد رسول الله. تمام، دي كانت مشهوره جدا يعني. طبعا انا حفظتها وكنت بغنيها وانا صغيره. فبابا سمعني وبدا يجيب لي شرايط بقى لام كلثوم وبدات احفظ لام كلثوم واكتسبت خبره طبعا. ومن هنا تم اكتشافي. ده اول حاجه فاكره بقى المقدمه بتاع محمد يا رسول الله، كانت من زمان وانا عندي طبعا. نسيتيها ولا ايه؟ طبعا من اغاني ام كلثوم شدتني اكتر. طبعا عشان الواحد يقدر يحافظ بقى امال على الموهبه لازم يثقلها بايه؟ بالدراسه. ده طبعا اعتقد ان ده تفكيرك في الفتره اللي جايه بقى. انا في ثالثه اعدادي دلوقتي. ثالثه اعدادي باذن الله هخلص ثالثه اعدادي واخش معهد الموسيقى العربيه العالي. وطبعا هثقل ده بالدراسه. ومع ذلك انا بتعلم اله العود من دلوقتي. من دلوقتي. هي صعبه زي ما بيقولوا في تعليمها؟ لا ابدا، دي سهله جدا. بس عايزه لها حاولت اتعلمها مره ما عرفتش لان حسيت ان لازم الايدين الاثنين يشتغلوا في وقت واحد. طبعا بس دي عايزه لها صبر. صبر طول البال. في مدرس بيجي يقعد معاكي يعني؟ لا انا بروح للاستاذ عبده داغر. لو حضرتك تاخد. طبعا فنان معروف يعني. فنان كبير. انا بس انا لسه عشان انا بمتحن دلوقتي فبعد الامتحان طبعا هروح. تمام، هل اثر المساله دي على دراستك ومذاكرتك ولا قدرت تنظمي وقتك؟ لا بين نظمت وقتي. يا سلام على البنات القروب المدهشات، ذاكرة فوتوغرافية كمبيوتر معلومات، يا بنتي يا مؤدبة يا حلوة يا مرتبة،
شاركت طبعا في حفلات كتيره طبعا. بقى على احكي لنا عن مشاركاتك بقى. انا اشتركت في المدرسه واخدت احسن صوت على مستوى الجمهوريه. ده امتى؟ ده السنه دي. السنه دي اول جائزه تاخديها دي ولا كان في قبل كده؟ لا في جوائز بس ما خدتش على مستوى الجمهوريه. يعني ايه زي جوائز ايه خدتيها قبل كده؟ كنت باخد شهادات تقدير وشهادات استثمار. ده من خلال مشاركه في انشطه المدرسه. كويس. والسنة دي حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية. كان منافسات ضخمة بقى. كل طبعًا. المدارس كانت مشتركة كل فيها. المدارس وعملوا تصفيات طبعا. وكان وزيرها السيد الدكتور وزير التعليم. أيوة. وهو اللي سلمني الجائزة. وده شرف كبير ليا جدا. تماما. كنت داخلة بأغنية ايه؟ كنت داخلة بأغنية صوت الوطن. مصر التي في خاطري. طب ام كلثوم برضه. انت واخدة خط ام كلثوم على طول يعني. طب انا عايز اسمع حتة من صوت الوطن. مصر التي في خاطري وفي دمي أحبها من كل روحي. ودم اتفضل. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن يحبها يعزها حبي لها بني الحمى مثلي انا الله. جميل. طبعا انا عايز اقول حاجة برضو يا مال. طبعا انت عندك دلوقتي 13 سنة. يمكن البعض بيتخوف احيانا من ان الصوت يستهلك في فترة مبكرة. حد نصحك بنصيحة دي ان انت مثلا تحتاجي بفترة كده لغاية ما تطلعي مرة تانية للجمهور؟ ايوه. قالوا لك النصيحة دي؟ أيوة. عشان برضو تقدري تحافظي على الصوت. انت رأيك كده في كده ايه؟ هو طبعا ده رأي سليم 100%. الفترة اللي انا احتاجب فيها عن الجمهور دي هتكون فترة تدريبي. ايوة. دراسة وتدريب. وتعليم عود وكل شيء هيتم في الفترة دي. تمام. هل تتمني في المستقبل يبقى ليكي نقول صوت خاص بيكي مميز، شخصية مميزة طبعا، دون الدخول في عباءة حد؟ طبعا يعني انا دلوقتي بغني اغاني ام كلثوم. كويس. طبعا لتعرف الجمهور ليا. كويس. وبعد كده هاخد خط ليا لوحدي. هيكون ليا شخصيتي واغانيه. بالظبط كده. وكل شيء طبعا الغنى دلوقتي مدارس كتيره طبعًا. يعني في الكلاسيكي زي اللي انت بتاديه. في الحديث الريتميك الحاجات. انت بتميلي اكتر للكلاسيكي اللي هو الطرب الاصيل؟ طبعا. ما بتحبيش الاغاني الشبابيه زي بتاعت محمد محي وعمرو دياب؟ لا ما بملش ليها. يعني بس هي اللي ماشيه اليومين دول. على فكره انت هي دي. لكن انت طالما مقتنعه بالمساله ان لازم الكلاسيك ده يبقى اهم حاجه يعني. طبعا. تمام. الفتره الحاليه دلوقتي اللي انت يعني لسه فتره التدريب والاعداد، مين معاكي فيها دلوقتي التدريب؟ تدريب الاستاذ عبد الدير. ده بالنسبه للعود. طبعا. بالنسبه للغنى عود وصوت في نفس الوقت. يعني تمام. النصايح دايما ليكي بتكون ايه؟ اللي انا ما اغنيش كتير. حافظي على صوتك. احافظ على صوتي وعلى الحنجره طبعا. طبعا اكيد يعني. طموحاتك بقى بالنسبه للمستقبل ايه؟ طبعا انا طموحاتي اللي اكون مطربه كبيره، اكون محبوبه عند الجمهور. وبس. خلاف ام كلثوم بقى طبعًا. مين مثلك الاعلى؟ ام كلثوم. من المطربين التانيين بقى؟ طبعا ما بتحبيش اسمهان؟ طب لا احبها. صوتك قريب منها كتير. انا احبها بس انا اللي لاقيه نفسي فيه ام كلثوم. تمام. ومن الجيل الحالي؟ طبعا من مصر انغام والاستاذ علي الحجار ومحمد الحلو. ليهم احساس وتعبير جميل جدا في ادائهم للغناء. وطبعا من بلاد العربيه من سوريا اصاله. تمام. وغاده رجب على فكره. وغاده طبعا بتأدي طرب جميل. طبعا غاده. واعتقد ان انت برضو نفس الاتجاه بتاعهم يعني طبعًا. على طول. عادة طبعا لما بيكون في حد عنده موهبة بيبقى متأثر بحد داخل العيلة عنده نفس الموهبة. يا ترى مين في العيلة عندك كان له برضه اتجاهات فنية؟ لا مفيش، أنا بس وأخويا طبعا كبير محمد. هو متمسك جدا بالدراسة ومهتم جدا عشان طموحه اللي يكون دكتور. وليه يعني محمد صوته مش حلو في الغنى؟ لا. ولا الوالد ولا الأسرة كلها؟ لا. انت الوحيدة اللي طلعت كده الصوت الجميل يعني فيه. طبعا دور الأسرة بقى في البدايات في تشجيعك كان ايه معاكي؟ لا كان جميل. كانوا لما يكون عندك حفلة بيقعدوا بقى ليلة الحفلة طبعا
يعني لا يجهزوكي بلاقي من في تشجيع يعني، ما كانش في اي لا 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 تحفظات لا ابدا، يعني؟ في بعض الاسر يقول لك لا غنى ايه وبتاع، لكن لا دلوقتي لا لا الحمد لله يعني الحمد لله الامور ماشيه تمام يعني. طبعا. تفتكر ايه الدور اللي ممكن وزاره الثقافه تساعدك بيه علشان يعني تصبحي نجمه ان شاء الله كده في عالم الغناء؟ هو الاستاذ فاروق حسني ايوه سمعني في مسرحيتي احلى ما بيننا السهر، وطبعا هو اعجبته جدا، ويعني اي شيء انا ممكن اطلبه منه ينفذه لي. الورد جميل جميل الورد، الورد جميل جميل الورد، الورد جميل ولو اوراق عليها دليل من الاشواق، حبيب لحبيب يكون معنا وصل قريب، شوف الزهور وتعلم بين الحبايب طرف تتكلم، شوف 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 الزهور شوف وتعلم. سعداء بلقانا بيك، وجه دورنا دلوقتي في سؤال مسابقتنا النهارده، هما سؤالين الحقيقه، والمفروض انك لو جاوبت عليهم في جايزه. جاهزه ومستعده؟ وعلى فكره هما قريبين برضو من المجال الغنائي والشعري. اول سؤال بيقول: من هو مؤلف المسرحيه الشعريه مجنون ليلى؟ حافظ ابراهيم ولا محمود حسن اسماعيل ولا احمد شوقي؟ أمير شعراء أحمد شوقي. إجابة صحيحة، طبعا هو سؤال سهل يعني. طبعا. السؤال التاني بقى، وأرجو إن أنت تجاوبين إن شاء الله عشان تاخدي الجايزة. مين هو ملحن أغنية أهل الهوى؟ الأستاذ زكريا أحمد. زكريا أحمد الملحن. طب مين المؤلف؟ بيرم التونسي. طب مطلع الأغنية بيقول إيه؟ أهل الهوى. أهل يا الهوى. ليل فاتوا مضاجعهم واتجمعوا، أيوة. يا ليل صحبة ولا معهم. طب هايل جدا، أنت حافظاها وتكسبي معانا جايزتنا النهاردة. ساعة قيمة من أسرة البرنامج أطفال وجوايز. جوايز للشطار للشطار للشطار، وهدايا للشطار للشطار للشطار، وكل واحد فيكم على كيفه يختار. هاي جوايز للشطار للشطار للشطار، وهدايا للشطار للشطار للشطار، وكل واحد فيكم على كيفه يختار. أعزائي المشاهدين، بكده بتنتهي حلقتنا النهاردة. الأسبوع القادم بإذن الله لقاء جديد وحلقة جديدة وبرنامجكم أطفال وجوائز. حتى ذلك الحين لكم أطيب تحيات أسرة البرنامج. شكرا وإلى اللقاء.